دارا ليه ما عم تاكل معه مغلي؟ ها نو ثانك يو دارا اكل اول يوم اجي اقول باروك مرة انف مثل ما بتريد. وهلا فيك تفسرنا شو قلت له لجو؟ يس اي دا ماشي مدير قول دارا جو جيب جو ويز كاميرا مشان صور مسرية حمام. هو قال لك انا بدي اتحمام؟ نو نو ماستر مديب حمام مس ريا. ايه انا يعني ريا. نو اف ماستر مديب قول انا بدي حمام سو ماستر مديب بدو حمام. هو قال لك انه ريا بدها تتحمم؟ ها يس ياي ياي هلا فهمت جينا فهمت مزبوط صار بدها ياي ياي. وصلت هلا لحكيتي لما كنت خبرك عن هالمخلوقات؟ ايه جينا وصلت ورحت ورجعت وصرت عامل المشوار شي 100 مرة. عن جد بتحكوا مثل بعضكم زيت النحفات انت وبنتك. ما خلص حبيبتي اتفرطشت الجرة طبت عنيعة عقاولتي. كيف الماما يا قلبي؟ شو عبالي شوف جرتكم؟ لحظة طب كمال إذا بتريد عيطلي باسمي أحسن ما المنمازال تفتكر إنه اسمي صغير لحظة ومن بيت طنط. عسيرة الأسامي كنت عم قلكن قبل شوي ياي ياي هلأ فهمت القصة قصة أسامي مثل بعضها. أي قصة؟ قصة الحمام مع أنا اسمي مثل اسم بنتكن؟ لا بلا لا بلا أنا اسمي ريا وهي اسمها ريا كمال. أوكي ريا كمان بس مش دايما فينا نعيط لها هيك من إلا ريا كمان. لحظة جينا ما تخافي بعرف ما اسمها لحظة. اتركوني أنا جرب اشرح لها. شي بيموت من الضحك قصة الأسامي خاصة أسامي الأكل. ما في شي مثل اسم. خذوا مثلا المغل اسمه مغل يعني لازم يغلي وهو طيب كيف ما تاكل مغلي طيب مسقع بينما المسقعه اسمها مسقعه بس طيبه سخنه. خذوا مثلا كمان الكيرجان بلو لا هي رفيعه مثل الكيرجان ولا فيها جنس الازرق ليش الرز عالجيش رز عالجيش وهو بالصحن مين بيكون فوق مين؟ الجيش فوق الرز. يعني الجيش عالرز مش رز عالجيش. نقول ليه؟ الجيش بارك منين في جيش؟ فهمتي؟ يمكن انه ايه بتعيديلي شو فهمتي؟ انتو اجاكم بنت يس وبعد ما سميتوها يس وانا عبالي تسموها ريا يس وانتو ما سميتوها ريا نو انا بدي اعمل أفرع عن تحميم الاطفالات قلت لها مستر مهيب الترنادو ولا مرة فيكم تاكلوها وانتو برمين ظهر الترنادو. كيف أسامي مشقلبة فوقاني تحتاني أما المحلة يا عيني على أسامي المحلة زنود الست اسمهم زنود وهني ما بيطلعوا قد صبيع زينب وهولي كمان محلة جزري ولا مرة شفت أرنب عم يتحلى منها. كول وشكور بوكوا بوكوا كول وشكور بتحسوا هيك محلة لتربيح جميلة ما في حدا بيقول لحدا كول محلة وبيطلب منه يشكره اللي بده يشكر بيشكر لوحده بيرجع مرجوعنا لأسامي الناس. فهمت. طيب ما فينا نصور الحمام؟ حمام مين؟ حمام طنط. أنا؟ بدك تصوريني أنا وعم بتحمى؟
نو مش انت. انا قلت حمام طنط لانه قلت اكيد بدكم تسموا صغيره على اسم سته طنط. نايس ما هيك.